طبعا التصدير في بلاط ليس جديدا، التصدير في بلاط بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، ابتداء من دول الجوار، من الدول الأفريقية. ربما اليوم ثمة عوامل سمحت بأن يحظى التصدير في مجمع بلاط بمساحة أكبر من اهتمامه وجهده. نحن للأمانة متواجدون فعليا في أسواق إفريقية بحضور يومي في مختلف المساحات التجارية، نعمل على تعزيز هذا الحضور. وللمثال لا للحصر، ما يحدث معنا من أداء أقل ما يمكن يوصف به هو أداء طيب في السنغال مثلا، في بوركينا فاسو، في كوت ديفوار. نحن قاب قوسين أو أدنى من تعزيز تواجدنا في السوق الليبي. هنا أفتح قوس، لا يزال اللوجيستيك للأمانة عاملا، ربما يقض مضاجعنا. يعني حتى نكون منصفين، أي نعم ثمة مكاسب حصلنا عليها كالشركات سمحت لنا بتعزيز هذه الصادرات، ثمة إسناد ودعم أمانة، يعني خاصة من الوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارة التجارة وترقية الصادرات. لكن لا يزال اللوجيستيك أمانة جانبا ربما لا يزال فيه عمل كبير جدا ينتظرنا كقطاع خاص أو كقطاع حكومي حتى نصل بالصادرات إلى الغايات والأرقام المنشودة. طبعا ثمة بعض العوائق التي تفوقنا وتتجاوز قدراتنا وصلاحياتنا كقطاع خاص. هنا أريد أن أجدد ربما الحديث ولفت الانتباه إلى سوق مهم جدا، ألا وهو السوق الأوروبي. قد يكون من الحكمة أن ننتبه أننا الأجدر بهذه السوق. اليوم أحدث دراسات تتحدث عن 11 مليار يورو قوام سوق اللحم الحلال في أوروبا، خاصة بعد إقرار قانون من مختلف الدول الأوروبية يسمح باستخدام الملونات تلك المستخلصة من الحشرات. اليوم ثمة طلب متزايد، نحن نعيش هذه الأوضاع. خاطبتنا جهات عديدة، الجالية المسلمة في أوروبا كبيرة جدا، في نفس الكلام يقال عن الجالية المسلمة في 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 أمريكا وفي كندا. لكن وهذا يجب أن يجلى، يجب أن يظهر. نحن كقطاع خاص كشركات لا يمكننا أن نمضي في استهداف هذه الأسواق ما لم ترتبط حكومتنا وزارة الفلاحة خاصة باتفاقيات مع هذه الأسواق. فبالتالي نحن نأمل كمجمع أن ربما أن يتحرك هذا الملف قليلا، مسألة كيف يمكن أن ترتبط الجزائر بهذه الأسواق من خلال اتفاقية تسمح لنا بتصدير منتجاتنا. عيننا على الأسواق الخليجية موجودة، ربما سنشارك في معرض المنتجات الغذائية في شهر سبتمبر بالمملكة العربية السعودية. السوق الخليجي أيضا سوق مهم، لكن لا يزال مثل ما ذكرت لك لا يمكننا المضي بشهية أكبر في هذه الأسواق ما لم نطمئن على مسألة اللوجيستيك، على مسألة النقل، على مسألة الشحن. نحن مدعوون أيضا للمشاركة في معرض موسكو الذي سيكون في اعتقادي بعد شهرين تقريبا، مهتمون بهذا السوق، مهتمون بالمنطقة برمتها. لكن أعيد وأضيف أيضا أن ما لم نتمكن من تأمين خطوط النقل لا يمكن الحديث عن اتساعنا أو اتساع رقعتنا في التصدير، لأننا نرتبط بعقود، نرتبط بمعاهدات تخضع إلى تحكيم دولي، والإخلال بها قد يكلفنا خسائر وقد يكلفنا أيضا خدش في سمعتنا لا نريدها، خاصة أننا لا نمثل أنفسنا لما يتعلق الأمر بالأسواق الخارجية، نحن نمثل صورة المنتج الجزائري ككل.